إلى ذلك قال سعادة السيد عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب خلال اتصال هاتفي في نشرة إخبارية سابقة إن الدعوات التي وجهتها كلمة مملكة البحرين في الأمم المتحدة بشأن إصلاح المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة كانت تشير بوضوح إلى رغبة مملكة البحرين في النهوض والعبور من منطقة التعقيدات السياسية التي تحيط بالمنطقة إلى جانب السلام والأمان لكافة الشعوب. اعتقد ان الدعوات التي وجهها يعني سمو ولي العهد رئيس الوزراء خاصه ما يتعلق باصلاح منظومه المتحده ومجلس الامن الدولي وايضا اصلاح المنظمات التابعه مثل منظمه الصحه العالميه والمنظمات الاخرى المنضويه تحت مظله حقوق الانسان وغيرها من المنظمات التابعه للمتحده كانت تشير بوضوح الى رغبة الجانب البحريني ومملكة البحرين مثلا في جلالة الملك والقيادة السياسية في أن نعبر جميعا في هذا المحيط وهذه المنطقة من التعقيدات التي فرضتها السياسات الخارجية التي تفرض على المنطقة عنوة وما يرتبط فيها من حروب وتعقيدات سياسية وإقليمية. أعتقد كان واضحا جدا توجه مملكة البحرين للمنظومة الدولية ممثلة في الأمم المتحدة كأهم مؤسسة دولية تحت مظلة كل دول العالم تقريبا. أعتقد هذا التوجه كان أساسه أيضا هو المشاركة الفاعلة من قبل مملكة البحرين بدور فاعل على مستوى المنطقة ومستوى العالم أيضا سياسيا واقتصاديا وتنمويا، وبالتالي نرى أن البحرين كانت منذ اليوم الأول كما ذكرت فاعلة في هذا الجانب ويعني استغلت استغلالا ممتازا وجودها ضمن المنظمة الدولية للأمم المتحدة بأن أولا تقدم للعالم واقع البحرين كمملكة تسعى للتعايش وأيضا للتعاون الدولي. نعم. وأعتقد أيضا يعني انخراط البحرين في مجالات دبلوماسية كبيرة على مستوى العالم ومشاركتها الفاعلة في هذه المنظومات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة خير دليل على ما يعني تستشرفه البحرين من أهمية التعاون الإقليمي والدولي في حل مشاكل العالم.